هل تعلم أن السخان الفوري الذي نستعمله في تسخين الماء الذي هو حصري يتراوح ثمنه تقريبا ما يقارب 30 دولار، يعني 300 درهم مغربية، يعني 6000 ريال، هو نفسه السخان العادي الذي نعرفه منذ القديم ويعرفه الجميع، الذي ثمنه لا يتجاوز 3 دولار يعني 30 درهم مغربية. كيف يعقل؟ هل فعلا هذا السخان هو هذا نفسه؟ نعم هو نفسه، لكن هذا السخان فهو عادي جدا وربما فهو خطر، بينما هذا السخان فهو آمن وفعال ويعني بشكل أنيق، فقط هذا ليس إلا. إذا سوف أثبت لكم ذلك. بالنسبة لهذا السخان لديه هذه السدادات، مثلا يكون بهذا الشكل ويكون بهذا الشكل، فقط لأوضح لكم. ففي الأصل فهذا يأتي بهذا الشكل، يأتي مسدود بهذا الشكل، بينما هذا يأتي بهذا الشكل مباشرة لكنه يكون جديد. إذا ما سوف نوضح لكم فقط أمرين. بالنسبة للسخان العادي لديه ماذا؟ لديه قابس بريز، ولديه هذا المكان الذي نقوم بوضعه في إناء من سطل من الماء ثم يقوم بنا بتسخين الماء بشكل عادي، بينما هذا فهو يظهر شكله جميل على هذا الشكل، ولديه هذا القابس، لديه كذلك المكان الذي يدخل في الصنبور، ثم لديه هذه القطعة مثل النقاسة أو السويتش. إذن ما سوف أؤكد لكم بأنه هذا هو هذا كما قلت لكم، فهذا لديه بريز ولديه منطقة التسخين. كذلك هذا لو قمنا بفتحه بهذا الشكل فسوف نجد فيه مباشرة بريز كذلك وهذه الأسلاك، ثم سوف نجد فيه كذلك سخان مثله مثل هذا السخان. لاحظوا يعني أن هذا السخان فهو مثله مثل هذا السخان، ليس هنالك أي فرق كما لاحظتم. وهناك شيء آخر، فهذا السخان فهو صغير جدا لكنه قوي جدا في الكفاءة، بينما هذا فهو كبير جدا لكن كفاءته ضعيفة، لأن هذا السخان فهو قوته 3000 واط بينما هذا فقط 1000 واط. أظن أنكم رأيتم الفرق، يعني فقط هذا، يعني أن لذلك يجب أن تعلم أن هذا السخان هو نفسه نفس هذا السخان. وكما قلت لكم فالفرق بينهما هو أن هذا السخان فهو عادي جدا عندما تقوم بوضع هذا القابس في البريز، فمباشرة يقوم بالسخونة هذا سواء وضعته في الماء أو بدون ماء، فهو مباشر لا يعرف شيئا، فهو أمي كما بهذا المعنى. عند إدخاله في القابس فهو مباشرة يسخن، ليست فيه أي قاطعة ولا زر حماية ولا أي شيء، يعني فهو خطير جدا ونقوم بالاستعماله فقط بشكل حذر. بينما هذا السخان فهو قلت لكم فهو أنيق ومميز ولديه الحماية، نعم هذا أهم شيء هو لديه الحماية. عندما تقوم بتركيبه في القابس أو البريز فهو لا يشتغل من تلقاء نفسه، هناك عدة شروط لكي يشتغل، فأولها يجب أن يكون لديه الماء مدخول هنا، ثم الشيء الثاني هو أنه يكون يجب عليك أن تقوم بتشغيله إلى الوضع الساخن، كل هذه الأشياء فقط لكي يشتغل. لكن إن وضعت البريز فقط بهذا الشكل وكان الزر مطفي فلن يشتغل معك السخان، وهذه نقطة جيدة ومميزة وآمنة. إذا كما قلت لكم، إذا لاحظوا هذا هو البريز أو القابس، لاحظوا فهو الآن في وضع التشغيل فهو مشتغل كما تلاحظوا. إذا أول شيء أقوم بتشغيل هذا القابس الذي هو عادي جدا كما قلت لكم، أدخله فقط مباشرة، لاحظوا عندما قمت بإدخاله فمباشرة فقد بدأ بالسخونة أصدقائي، فقد أصبح ترتفع حرارته وهو ساخن جدا. الآن سوف أقوم بتشغيله لكي لا يحرق لي هذا المكان كما تلاحظون، ثم أعطى مكان الشرارة أو الكهرباء، لاحظوا فهو ما زال ساخنا يسخن بشكل سريع. لكن بالنسبة لهذا لاحظوا سوف أقوم بتشغيله كذلك في الكهرباء، لاحظوا هذا هو كما تلاحظون، لكنه المصباح لم يشتغل وحتى هذا السخان فهو لن يسخن ولا أي شيء. سوف أثبت لكم ذلك بأنه فعلا لا يسخن، كما تلاحظون فهو غير ساخن كما تلاحظون، لاحظوا أصدقائي لا يعطي أي دخان ولا أي شيء، يعني أنه ليس ساخن. حتى لو قمت بتحريك هذه فهو لن يشتغل نهائيا، سوف يشتغل في حالة واحدة فقط عندما أقوم بإدخال إليه الماء وأجعله في هذه المكان، هذه الحالة الوحيدة التي سوف يشتغل فيها. إذا فقط هذا فهو فيديو حصري أصدقائي، وأردت أن أوضح لكم الفرق أو نقاط التشابه بين السخان الأول والسخان الثاني. لذلك لو أعجبكم الفيديو رجاء قوموا بتشجيعنا وعمل لايك، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس لتتوصلوا دائما بأحدث الفيديوهات.